كان معايا مداخلة لا ولا مهمة ولا يهمك. جدا مع مدام مها والدة مصطفى شوبير بطل الأهلي النهاردة وبطل أفريقيا. مدام مها، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا أمير، الله يبارك فيك، ربنا ازاي يخليك. حضرتك يا فندم؟ ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك، الحمد لله، وبسلم على الناس اللي عندك. الحمد لله، الله يسلمك. مبروك مبروك. كابتن وائل، تحياتي الكابتن وائل قباني وكابتن شريف عبد الفضيل، وطبعا مباركة سلم كبيرة. لي عليهم، الله يبارك فيهم، سلم اكيد عليهم. الفرحه مختلفه، انا عارف انت اهلاويه قد ايه، طبعا زوجة الكابتن الكبير الكابتن احمد شوبير، فاسره كلها اهلاويه، لكن اكيد الفرحه بتبقى مختلفه ومصطفى في الملعب بيساهم بشكل مؤثر في بطوله. اكيد الحمد لله، طبعا مصطفى ليه فرحه تانية، بس الحمد لله بنحمد ربنا وبنشكر فضله، الحمد لله فضل ونعمه من ربنا، الحمد لله، الف حمد وشكر لك يا رب. الحمد لله. كلمينا مصطفى، يعني احترافيته عامله ازاي؟ بيحافظ على نفسه ازاي؟ بيغذي نفسه ازاي؟ بيحافظ على مستوى ان هو هيحقق رقم قياسي ما حصلش قبل كده في تاريخ البطولات الافريقيه، ان يقعد 9 ماتشات كحارس ما يستقبلش ولا هدف، اكيد ده نتاج مجهود عظيم جدا قام بيه مصطفى نفسه. الحمد لله، مصطفى من صغره ومن 5 سنين وهو بيلعب في النادي الاهلي وبيشتغل على نفسه كويس، طبعا الفضل يرجع لربنا وللمدربين ولزمايله اللي بيلعبوا معاه اكيد في الفرقه. اكيد الحمد لله، مش مجهود لوحده، يعني مجهود اكيد مشترك. الحمد لله. في نصايح من الاسره اكيد من الكابتن احمد شوبير نفسه وممكن من حضرتك طبعا كوالده مصطفى، ايه بتكون لا النصايح؟ انا ما بديش نصايح، انا بدعي بس. بس بدعي بس. ايوه هي كفايه دعوات الام. لا دعوات الام كفايه لوحدها بصراحه. الحمد لله، بس كفايه كده. نصايح بقى ممكن مع بابا او كده، يعني طبعا اذا هو طلب، طبعا لكن هو شوبير ما بيتدخلش الا مصطفى طلب حاجه او سال عن حاجه، تمام. غير كده لا، هو مصطفى بيشتغل مع نفسه، بيشتغل على نفسه، الحمد لله، وربنا فضله كبير علينا جميعا، الحمد لله. هل مصطفى محظوظ انه طالع في وقت فيه حارس كبير زي محمد الشناوي بيستفاد منه على صعيد الخبرات، بيستفاد منه على صعيد الشخصيه، على صعيد الامكانيات الفنيه كمان؟ طبعا العلاقه اكيد ما بينهم كمان، كلميني على الجزئيه دي، ناس طبعا كتير العلاقه. قوي اتكلمت في الشناوي حاجه ده زي ابني، الشناوي ده ابني ابنك. وحبيب مصطفى طبعا، وحبيب مصطفى وكابتن طبعا النادي الاهلي وكابتن مصر، شرف لينا طبعا ان مصطفى بيلعب مع كابتن الشناوي، طبعا طبعا اكيد استفاد منه كتير كتير، يعني مش اكيد انا اللي اتكلم في الحاجات دي، يعني بقول لك اكيد انا بدعي بس. تدعي بس. طب اصعب اللحظات اللي عدت عليكي خلال الماتشين بتوع النهائي ذهابا وايابا؟ عايزه اقول لك ان كل الماتشات صعبه عليا، كل الماتشات انا شفت الكلام كل ده بعيني في الماتشات. السوبر في كاس مصر في ايوه السعوديه، شفت بقى، شفت انا الدنيا على طول كانت صعبه كده، جدا في الحقيقه. انا على طول حتى لو بيلعبوا مين انا على طول كده. اول ما وقوفه بينزل الملعب انا ببقى كده على طول، مهما كان الماتش مين فين امتى ازاي، انا بدعي بس، الحمد لله الحمد لله. طيب كلمتيه بعد الماتش اكيد، الكلام كان طبعا. ايه؟ احكي لي بقى، احكي لنا. لا يعني انا بزغرك بس، بزغرك برضو، هي دعوات وزغرده بس، مفيش حاجه تاني. كلمني فيديو كول زيتها جنبه طبعا، طبعا وفرحان حبيبي، ربنا طبعا يحميه ويحفظه، وانا بزغرت ولا هو سمعني ولا انا سمعته، اكيد شايفين اكيد بعض بس في الصوره وخلاص، الفرح لسه ما جاش هو، لسه ما وصلش. لا لسه بيحتفلوا بقى وكده وبيتصوروا، اكيد الحمد لله. طيب عايز اسالك سؤال، مين اشطر، مين احسن، الكابتن احمد شوبير ولا مصطفى شوبير؟ ها حد هيسمعنا؟ ما حدش سامعنا، ما تقلقيش. حد متاكد ان حد سامعنا؟ متاكد. طب شوبير افهمها بقى زي ما تفهمها. شوبير وخلاص يعني، ما فيش حد فيهم. والحدق يفهم. نعم؟ والحدق يفهم. والحدق يفهم، خلاص واضحة كده، أكيد مصطفى ما فيهاش يعني. ما دام ما حدش سامعنا. بالظبط. مش هنبعت للكابتن أحمد، ما تخافيش. أيوه. ده ما شاء الله عليها شاطرة. طبعًا. طب في صورة إحنا عارضينها قدامنا تحفه، الشناوي ده يا جماعه اللي شايل مصطفى، صح؟ محمد الشناوي طبعا شايل مصطفى شوبير من الفرحه ومع ايوه الجمهور. طبعا بقول لك وده دور، كبير ده طبعا، دور الشناوي ده كقائد يعني. طبعا طبعا الشناوي ابني اكيد. كلهم، كل الحراس بتوع الاهلي ولادي والله، وحتى اي حارس مرمى بيلعب ببقى مصادفه معاه، تصدق طبعا بقى؟ طبعا. طب انت يعني اكيد صعب عليا يا عيني الحارس النهارده، الحارس الصغير بتاع الترجي، مميش. حبيبي، ربنا يكرمه. طبعا بتعاطف مع اي حارس مرمى. ايه دي الام المصريه. مع كل صح، مع كل الشباب الصغيرين والله، حاجه جميله يعني. هتعزمهم على ايه بقى الشناوي ومصطفى ومصطفى هم ليهم مخلوف؟ العزومه بتاعتهم، كله عارف بقى بياكل الحمام عندنا ايوه والمحشي، حاطين المنيو بتاعنا. طيب بتحلمي بايه لمصطفى في مستقبله يا مدام؟
والله ربنا يكتب له الخير ايا كان، سواء كمل في الاهلي سواء احترف، الخير ربنا يكتبه له ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ببارك لك وان شاء الله دايما كده تكوني فرحانه بمصطفى وبالنادي الاهلي باذن الله. الله يبارك فيك وبارك لجماهير الاهلي وبارك لمصر كلها وسلمني على الضيوف اللي عندك والف الف مليون شكر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا مدام مها طبعا زوجة الكابتن الكبير طبعا الاعلامي الكبير كابتن احمد شوبير ووالده طبعا نجم النادي الاهلي وحارس مرمى الاهلي البطل مصطفى شوبير في مداخله كانت مهمه جدا.